النهارده هنتعرف على اكله مصريه شعبيه جديده، هي الكبده الاسكندراني. اتسمت كبده الاسكندراني بالنسبه لمدينه اسكندريه. اكله جميله ولذيذه وسهله في التحضير، وبيعملوها اهل اسكندريه، وانتشر بعد كده على كل المدن المصريه. يلا بينا نخش المطبخ ونحضر الكبده الاسكندراني ونتعرف عليها مع بعض. دلوقتي هنبدا نحضر الكبده الاسكندراني، ومعانا مكوناتها الكبده، كبده بقر طبعا لازم تبقى كبده بقر لان كبده الغنم ما بتبقاش حلوه مع الكبده الاسكندراني. معانا الكمون، الثوم اهم حاجه، والخل وزيت الزيتون، الملح والفلفل الحامي لان طبعا اكتر حاجه مشهوره عنها انها تبقى حاميه جدا، والفلفل الاخضر الكبير. بيتميز طبق الكبده الاسكندراني بانه سهل التحضير وما بياخدش وقت، واكله ممتع جدا، واكله غذائيه متكامله تحتاج كتير ثوم وخل، وده بيديها ريحه وبيديها طعم مميز. اما في بلاد الشام بيحطوا لها دبس الرمان وده بيديها حامض اكتر. نحط الزيت الزيتون اول حاجه. الكبده الاسكندراني حساسه جدا ودقيقه جدا، لازم تكون مركز وانت شغال فيها لان مش اي حد هيعرف يطلع الريحه بتاعتها بالذات والطعم بتاعها. اول حاجه بنحط لها زيت الزيتون، بعدين بننزل بالفلفل الحامي بس يسخن شويه، حاجه بسيطه الزيت، بننزل بالفلفل، اهم حاجه الفلفل لان هي بتحب كتير الفلفل والحامض. الكبده معروف عنها انها بتتاكل نيه، يعني ما بتاخدش وقت في سواها خالص، يا دوبك بنحطها حاجات بسيطه جدا. بننزل على طول بالكبده، ما بنحاولش ان احنا نحركها كتير لان هي ما بتاخدش وقت. بنحط الثوم، هو الثوم حسب الرغبه بس هي بتحب الثوم كتير. وبعدين بننزل على طول بالخل اول ما بتسخن، واخر حاجه بنحطها الكمون. والملح حسب الرغبه. هنبدا نسكب الكبده الاسكندراني، وبرده زي ما قلت لكم هنعملها بطريقه عصريه بشكل جديد خالص، وفكره جديده جدا تفتح النفس للاكل. زي ما احنا عارفين ان العين بتاكل قبل اي حاجه، بنحاول برده نعملها بطريقه تكون فيها شكل كويس. وبكده خلصت الكبده الاسكندراني، وطبق بينفع بالسحور وبيساعدنا على الصيام لانه مليان بالفيتامينات. وجبه مصريه اسكندرانيه محبوبه ومعروفه جدا، مجرد ما تشم ريحتها ما تقدرش تمسك نفسك.